خلق فينا أنا وأبنائي وأبنائه وأخواني كلنا صلة الرحم المهمة. كنا كل جمعة أذهب أنا وهو يلحقون أبناء بعدين نزور 5 بيوت، نزور زوجة أبوي أم عبد العزيز، ثم نزور أختي الكبيرة، ثم بعد الصلاة نزور خالتي، ثم نزور أخواتي الباقية. كان حريص جدا، صار في الرياض لازم هذه الدورة نأخذها يوم الجمعة. ثم كما هو معروف ولا زالت ولا الحمد ماشي سبتية، كل سبت في المنصب بعد ما ترك المنصب له جلسة بعد السبت مفتوحة للجميع، الأصحاب والأصدقاء والزملاء، لأنه يؤمن بالعلاقات الإنسانية، يؤمن بأهميتها. كما قال أحد أصحابه يقول لما يستقبلني محمد رحمة الله عليه أظني أنا الصديق الوحيد له من الحفاظ، وهذا على لسان كل واحد يعرفه محمد. محمد الرشيد في تعامله، أنا أقول محمد الرشيد ترى لأنه كان يعني ما يحب أن يخاطبه بمعالي الوزير، كانوا يقولوا لي يا أبو أحمد، فكلنا نقول له أبو أحمد، حتى بعض الناس عم تقول له أقول مثلا قال أبو أحمد راح أبو أحمد جاب، يقول من أبو أحمد؟ أقول الوزير. قالوا تتكلمونه بالشكل هذا؟ قلت تكلموا بالشكل هذا. فكان متواضعا لدرجة كبيرة. والعجيب أن كل واحد في الوزارة يظن اعتقادا أنه الأقرب إلى أبو أحمد، الأقرب. كيف هذا هذه المهارة العالية جدا أن يجعلك تحس أنك أقرب إليه من فلان ومن فلان وفلان، كلهم ذلك الرجل. هذه الحقيقة ميزة تجعل الناس تشتغل دون أن تطلب منها تعامل. الأمر الآخر الحقيقة اللي لمست فيه، عنده قدرة عجيبة على مواساة الناس في أفراحهم وأتراحهم. مرض شخص أول من يعوده الوزير، تزوج ولده أو قريبه أو أول من يشارك في المناسبة السعيدة، الوفاء كذلك. يعني أنا حتى أقول له يا أبو أحمد أنت كيف تصلك الأخبار؟ على قال خذني معك، أنا والله ما أقدر أماشيك في هذا المشروع. فهذه قدرة الحقيقة قل ما تجدها عن شخص. أيضا القدرة الأخرى أنه عندما يعمل يجمع كل من حوله ليكونوا فريقا واحد، ما تجد واحد خارج السرب أو واحد مهو ماشي مع التوجه، يعني بالأخلاق وبالتعامل يعني أنا كنت أسميك من الموطئين أكنافا. محمد بن أحمد الرشيد تغمده الله بواسع رحمته من الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، لا تستطيع ما تحب محمد الرشيد.